بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سنة تالتة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 141، لاباج 141. إذن 141. En haut de la page, on a Chaperon Rouge. بعد ما رأينا قصة لو سيدر، سنرى في هذه الفقرات المتتالية سنرى قصة لو شابيرون روج. لو شابيرون روج، طبعا كلمة شابيرون لها عدة معاني، أهمها بيرسون أجي، إذا نتكلم عن شخص كبير في السن، بيرسون أجي أو غراف. طبعا غراف المقصود بها شديد، والمقصود بها أيضا بالغ، إذا نتكلم عن شخص أنه مسن أو بالغ. كي كومبان، الذي يرافق. طبعا يرافق مثلا طفلا صغيرا، يرافق ابنة صغيرة. بار كونفونونس كما نتكلم عن بالتوافق، أو اصطلاحا كما نقول إن جونفي، إذا نتكلم عن ابنة شابة. أو دو جون جون دون لو موند، أو دو جون جون دون لو موند، أو نتكلم عن أشخاص بالغون في العالم، ممكن تسميتهم بكلمة شابيرون. فعندما نتحدث عن شابيرون روج، إذا كما نتكلم عن ابنة شابة، روج أنها حمراء، روج حمراء. طبعا كلمة شابيرون كما نلاحظ هنا كلمة مذكرة، رغم أنها تعني ابنة. عندنا جولي، أنا أقرأ. جولي أنا أقرأ، سي لو فيرب ليغ. لي غاليت دو غران مير، طبعا لي غاليت المقصود بهم هما الحلويات، نوع من الحلويات أنها مسطحة ودائرية. غاتوغون اي بلا، لي غاليت دو غران مير، إذا نتكلم عن حلويات الجدة، حلويات الجدة. إلي طي اون فوا ان شابيرون روج، كان ذات مرات ان شابيرون روج، إذا نتكلم عن ابنة بالشكل الذي ذكرنا، إذا نتكلم عن ابنة بالغة. إل اي طي اون فوا ان شابيرون روج، ان جور ذات يوم، سا مامون لوي دون ان باني، سا مامون لوي دون ان باني. لوي دون ان باني، ولا ستان باني، اعطتها سلة. نتكلم عن قفة مثلا، او نتكلم عن سلة، مثلا سلة الخبز تسمى باني. سا مامون لوي دون ان باني، اذن امها اعطتها سلة، امها اعطتها سلة. الويدي، ثم قالت لها الويدي، ثم قالت لها كور فيت. كور سي لو فيرب كورير، طبعا كما نلاحظ بانه مصرف في لامبيراتيف، لامبيراتيف هو الامر، اذا نتكلم عن زمان الامر. كور يعني اجري، فيت بسرعه. بورتي سي غاليت ا تا غران مير، بورتي سي غاليت ا تا غران مير، احملي هذه الحلويات الى جدتك. طبعا لا غران مير المقصود بها الجده. كما نتكلم عن الام الكبيره، نقول هنا الام الكبيره. لا غران مير sur son chemin à la tariqha, chaperon rouge rencontre le chien. Chaperon rouge rencontre le chien. Voilà comme nous le voyons ici, c'est un chien. Voilà, c'est un chien. Et donc, sur son chemin, chaperon rouge rencontre, taban c'est le verbe rencontrer, adafi al-iltaqa, le chien de la voisine. Et donc, le chaperon rouge rencontre sur son chemin le chien de la voisine. Had ibna التقت كلب الجارة، لفوازين الجارة، لفوازة الجار. سير سون شما شابيرون روج رنكونتر لو شيا دو لفوازين. اي ساسوا، اي ساسوا، ثم جلست. اي ساسوا، عندنا لو فيرب ساسواغ، لو فيرب ساسواغ يعني جلسة. اي ساسوا ثم تجلس، المقصود ان جلست سو تحت لو فيو بوبليي، لو فيو بوبلي. طبعا فيو المقصود بها قديم او كبير السن، بوبلي المقصود بها الشجرة. نتكلم عن شجرة تنبت في المناطق الرطبة، نوع من الاشجار ينبت في المناطق الرطبة يسمى بوبلي، كما نلاحظ على الصورة. فوالا ستان بوبلي. لو شابيرون روج سور سون شومان رونكونتر لو شيا دو لا فوازين. لو شابيرون روج سور سون شومان rencontre le chien de la voisine et s'assoit sous le peuplier.
ثم أنها جلست تحت هذه الشجرة. Sur son chemin, Chaperon Rouge rencontre le chien de la voisine et s'assoit sur le vieux peuplier. ثم أن جلست تحت الشجرة المسنة الكبيرة في السن. Pour écouter le rossignol. من أجل الاستماع لي le rossignol. Voilà. C'est un rossignol. هو نوع من الطيور. إذا نتكلم عن العندليب. إذا لتسمع إلى العندليب. إذا طبعا التقت كلب الجارة فجلست تحت الشجرة لتسمع إلى الطائر. أسويفا تابع. جوغوتيا أنا أستنبط كما نقول أو أستبقي إلى غير ذلك. هنا سور لا بروميير إيماج عندنا لا بروميير إيماج كما نفويون سيت أن روسينيول. لا دوزيام إيماج ريبريزونت La deuxième image représente un panier. Un panier. Et dans notre cas, un panier. Panier. Comme tu l'as vu, on a un rossignol. Rossignol. Hal had jirat qraha ou comme tu qrahach? Rossignol. Kanna nourid an naqul rossignol. Lakin la nantiq had ji. Lakin fi nafs el waqt la naqul rossignol. Fi nafs el waqt la naqul rossignol. Bal naqul Rossignol. إذا نتكلم عن طائر من الطيور يسمى بهذا الاسم un panier IER في آخر الكلمة تنطق يي un panier. كما عندنا هنا un peuplier. إذا الشجرة تسمى بهذا الشكل un peuplier. إذا عندنا لي كأن عندنا نأو أكسون un peuplier. ثم عندنا un vieux homme. Un vieux moussin, il est écrit en rajoul kabirsin, ou moussin. Et enfin, on a la dernière image qui représente un chien. Tumma indana akhir sura lati tumathil kalban, un chien. Et enfin, on a compétence. Idan indana qudurat, compétence, qudurat. Idan bi nafs at-tariqa kama kunna nara, nafs al-kalam yuraddad huna, taqriban nafs al-kalam yu'ad huna. A la fin de cette semaine, fi nihayat hadha al-usbu' Tu seras capable, أنت ستكون قادر. قادر أولا d'organiser ton propos على تنظيم كلامك أو حديثك أو موضوعك. D'organiser ton propos على تنظيم. طبعا عندنا هنا دو وعندنا organiser. إذا طبعا organiser ما غاداش تصرف جاءت بعد دو. دو حذفنا لها أ لأن organiser تبتدئ une voyelle. Organiser commence par une voyelle. لأن كلمة organiser مبدوءة une voyelle, مبدوءة بصوتي. إذا طبعا دو تنتهي بصوتي. Organiser أيضا تبتدئ بصوتي. عند الالتقاء نحذف الأولى ونضع apostrophe كما نلاحظون. À la fin de cette semaine, tu seras capable. إذا في نهاية الأسبوع أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة d'organiser ton propos. على تنظيم موضوعك حديثك كلامك إلى غير ذلك pour te repérer dans le temps. Pour te repérer dans le temps. لكي تحدد نفسك في الزمن. لكي تحدد نفسك في الزمن. Pour te repérer dans le temps. لكي تحدد نفسك في الزمن. ممكن أنك تحدد نفسك مثلا في المكان. تقول عن نفسك في أي مكان أنت موجود. في أي مدينة في أي قرية إلى غير ذلك. هنا ستنظم كلامك المقصود بأنك ستعطي كلاما يعني موزونا ستعطي كلاما يعني مرتبا pour te repérer dans le temps لكي تحدد نفسك dans le temps في الزمن تقول عن نفسك هل أنت في الصباح هل أنت في المساء أو أنك كنت في الصباح كنت في المساء فعلت هذا في الصباح فعلت هذا في المساء إلى غير ذلك ثم أيضا دولي غليصون ثم أنك ستكون قادر على قراءة الأصوات Tu seras capable de lire les sons. أنت ستكون قادر على قراءة الأصوات. Tu seras capable de lire les sons mieux. Les sons mieux. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. De lire les sons mieux. Tuma. Ye, ye. Tuma, ye. Et ye. Saute, ye. Tuma,
les mots et les phrases, les contenants. Les mots et les phrases, les contenants. ستكون قادر على قراءة الأصوات بمفردها ثم ستكون أيضا قادر على قراءة الكلمات et les phrases والجمل les contenants المتضمنة إياها contenants متضمنة les contenants متضمنة لها المتضمنة لهذه الأصوات ثم tu seras capable d'écrire correctement les sons étudiés أنت ستكون أيضا قادر على الكتابة بشكل صحيح أنت أيضا ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح les sons étudiés الأصوات المدروسة الأصوات التي درستها ثم et enfin tu seras capable d'agir pour obéir à tes parents à respecter tes grands-parents إذن tu seras capable أنت ستكون قادر d'agir يعني أنك تستجيب أنك تبادر أنك تقوم بفعل d'agir pour obéir من أجل أن تطيع طبعا لو verb obéir يعني فعل أطاع تطيع ماذا à tes parents لتطيع والديك et respecter tes grands-parents وتحترم أجدادك إذا عندنا le verbe obéir d'agir pour obéir à tes parents إذا نقول obéir à يعني أنك تطيع كذا obéir à tes parents تطيع والديك et respecter le verbe respecter هذا فعل احترام et respecter tes grands-parents وتحترم أجدادك أباك أو أمك أباك وأمك إذا نسميهم grands-parents إذا هذا فيما يخص هذه الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.